بسم الله الرحمن الرحيم. تبقى قاعد في امان الله وفجاه تحس بتنميل في نص وشك، بعد كده الم شديد ورا الود، صداع بيزيد ومش بيروح بالمسكنات، وبعدها يبدا شكل وشك يتغير وتبقى مش عارف تتحكم في نص وشك، بقك يبقى معوج، العين مش بتقفل، بترمش بعين واحده والعين الثانيه انت ما بترمش بيها مقفوله، فبالتالي بيحصل فيها حرقان بشكل كبير جدا بسبب الجفاف، مش عارف تاكل ولا حاسس بطعم اي اكل ولا اي شرب خالص، ولما تتكلم او تضحك نص بقك يبقى معوج. ما تقلقش، انت عندك حاجه اسمها بيلز بالسي اللي هو التهاب في العصب السابع. انا عمرو ابو بكر ودي جوه الصيدليه، ويلا بينا نبدا نعرف مع بعض ايه هو الموضوع ده. الوش فيه عصب اسمه العصب الوجهي، واللي مسؤول عن حركات العضلات الوش وتعبير الوش والغدد الدمعية وكل حاجة تقريبا. لما بيلتهب العصب ده بيحصل كل الأعراض اللي قلناها في أول الفيديو، وبتوصل إنه بيحصل أوقات كتير شلل في نص الوش، بيحصل معها اعوجاج في شكل البق، بيحصل معها مشاكل كتير. طيب لو جينا نبص على إيه سببه، الأسباب ممكن تكون مختلفة بشكل كبير جدا، ممكن تكون كيس دهني مثلا، أو ممكن تكون ورم في المخ، ممكن تكون لا قدر الله جلطة في المخ، ودي اهم حاجه لازم نتاكد انها مش موجوده، لان نزيف المخ بيعمل اعوجاج برضو في الفم وبيعمل شبه الاعراض. السبب الثالث والاكثر شيوعا هو الالتهاب الفيروسي الناتج عن امراض زي الهربس، وطبعا دلوقتي زي الكوفيد، او ممكن تكون الانفلونزا القويه. لما بيحصل التهاب بيبدا يحصل تمدد في العصب، بيبدا يورم، لما بيورم بيبدا يضغط على الجزء نفسه، فبيبدا يضغط عليه، الضغط عليه دي بتعمل كل المشاكل اللي بتحصل في الوش. لو حصلت لك الاعراض دي او حد من قرايبك او حد من اللي حواليك حصل له الاعراض دي ما تقلقش خالص، الموضوع ده بيحصل بشكل كبير جدا وان شاء الله علاجه سهل. اول حاجه بس لازم نعملها، احنا لازم نتاكد ان احنا ما عندناش جلطه ولا نزيف في المخ، واي حاجه تانية هتبقى سليمه، فهنطلع على المستشفى نتاكد ان احنا ما عندناش الموضوع ده. خلاص عرفنا ان انا عندي التهاب في العصب السابع، اول حاجه بندي كورتيزون. الكورتيزون ده بيبقى مضاد للالتهاب، كل الناس بتاخده ما عدا الناس اللي ممكن يكون عندهم او الناس اللي عندهم سكر. غير الكورتيزون بندي ايه؟ بندي ادويه مضاده للفيروسات زي الفالتريكس، نبدا ندي فالتريكس عشان يقلل، لو انا عندي فايرال انفكشن او انا عندي التهاب فيروسي يبدا يقل، وابدا ادي حاجات ترفع المناعه بشكل كويس. ما ننساش طبعا ان جفاف العين بيعمل حرقان، فلازم نستخدم قطره مرطبه للعين علشان يقل موضوع الحرقان ده معانا. تاني واهم خطوه في العلاج هو العلاج الطبيعي. من اول يوم يا سيد الفاضل، من اول يوم يجي لك الموضوع وتشخصت بالموضوع ده، تطلع على طول على موضوع العلاج الطبيعي علشان تعمل التمرينات اللي تبدا ترجع الوش لشكله الطبيعي. لان اللي بيحصل ايه، كل 24 ساعه بتزداد الحاله سوءا، وفي خلال فتره العلاج يمنع تماما ان انت تتعرض لاي حاجه ممكن تنرفزك او ممكن تضايقك او ممكن تزود من التهاب الاعصاب علشان ما تسوءش الحاله. الحاله ممكن تتحسن في خلال 15 يوم، في خلال شهر، شهرين، ماكسيمم 3 شهور. جزء قليل من الناس جدا اللي ما بتلتزمش بالعلاج ممكن الموضوع يطول معاها لحد 6 شهور، وقليل جدا من الحالات الموضوع ممكن يستمر معاها طول العمر، وبيكون الحل ان احنا نلجأ للعمليات التجميلية او لحقن البوتوكس علشان نبدأ نعدل شكل الاعوجاج اللي حصل في الوش. ده كان ببساطة عن موضوع ايه؟ التهاب العصب السابع او البيلز بالسي. ربنا يحمينا ويحميكم، يحمي كل غالي وعزيز علينا وعليكم يا رب. دمتم في نعمة، دمتم في صحة، دمتم في فضل ونعمة من الله. اشوفكم على خير في حلقة جاية من الرف او من جوه الصيدلية. سلام.